بالشفايف. زين هذا وايد يصير بالشتاء خصوصا عند اليهال الصغار، راح تشوفه شويه او شيء حلجه احمر يصير. بعد ايش راح يسوي لما ينشف؟ راح يضطر يسوي شيء، راح يبلله، بعدها راح يحوش هواء، بعدها راح ينشف اكثر، فلما يصعد لهني فتلقى الحلج كله احمر ويوصل عند الخدود. زين من الفيتامين المسؤول عن هذا يا جماعه؟ فيتامين بي 2. زين ليش ما يصير بالصيف دائما يصير بالشتاء؟ انا اقول لك، اول شيء فيتامين بي 2 من الفيتامينات تذوب بالماي ولا بالدهون؟ بالماي، مو الفيتامينات تذوب بالدهون، يعني ما تتخزن. الفيتامينات تذوب بالدهون تتخزن داخل الجسم، هذا ما يتخزن. زين ايش معنى يصير بالشتاء؟ لان الجسم بالشتاء يرفع حرارته لان انت برد، وكل ما الجسم يرفع حرارته يستنزف منك فيتامين بي 2 او اي فيتامين يذوب بالماي، البي كومبلكس، الفيتامين سي. زين بعوضه اكل بيض وايد، وايضا اكل الخضروات الخضراء القامجه مثل البروكلي، السبانخ، عرفت شلون؟ وبعدها راح تشوف. خلنا نتكلم عن موضوع اللي يصير تشقق بالشفايف. زين الناس اللي عندهم ريحة النفس، ريحة خلال، ريحة قشر تفاح خايس، خصوصا اذا عندك رفيجة تقول لك تعالي شوفي معي يوتيوب، شوف هلجة يا محلجج، لازم انت شو تسوي؟ تقول اشوف. زين راح نشوف حل، راح اخليك تنفخين على الزوارة كلهم، ماك ولا ريحة. شنو صاير معك؟ عندك انتي فطريات، وين موجودة هذه الفطريات؟ بالخشم، بالجيوب، باللسان، بالمريء. زين ليش مو بالمعدة بعد فطريات؟ ما يصير، عندنا حمض معدة يذبح الفطريات. زين شنو العلاج؟ العلاج ناخذ الكروفيل، الكروفيل هذا دم مال النبات 100%. وبعد شنو؟ ناخذ بكتيريا نافعة ناخذها. زين شنو اللي يغذي الفطريات خليها تزيد؟ الكربوهيدرات والسكريات راح تزيد، وكفيهم البكتيريا هذه والفطريات راح تموت. وايضا شنو ناخذ؟ ناخذ ملعقة من زيت جوز الهند العضوي. ليش؟ لان فيه لورك اسيد يقتل الفطريات. خلصنا وروحي نفخه يلا.